موجة إيجابية يزمني نحكيها لكم. أنا نقدس الناس اللي تقدس للطبيعة والناس اللي تكرم الحيوان. إنسان اللي يكرم الحيوان ما تخافش منه وما تخافش عليه. اللي قد توصل قد فيه خير ما تخافش منه وما تخافش عليه. الإنسان اللي ما أذاش شجرة ما تخافش منه ما تخافش عليه. الإنسان اللي في بلاستي يعمل حاجة الله ما عافينا يمشي يزرع شجرة يزرع شجرة ما تخافش منه ما تخافش عليه. الحقيقة بنك الزيتونة عملوا أكسيون أنا مستني وسلسلة تمتد كي تبدأ ماشي شدة الحمامات تشوف فيها خسارة كل من صعب يعملوا إنيسياتيف ويسجلوا معناها كل السجلات يتحرقوا ذوك. أكسيون جميلة جدا إن شاء الله يا رب. رقي حضارة وعي فعل سمح فعل طيب والله العظيم أنا نحب إنسان يزرع شجرة والله العظيم. أنا الوالد الجنينة اللي عندنا تقريبا 10 متر مربع ما خلى مزرعة فيه والله العظيم يا نعيمة مغروم ويعمل محابس ويزين وكذا حاجة على الأقل كي تشوف حاجة جميلة خضراء ترجع فيك الحياة. إن شاء الله ربي يحفظ بلادنا تونس الخضراء إن شاء الله. أمين. إن شاء الله ربي يحمي أولادها وبناتها وين ما كانوا. يا كوتش شنو الجو؟ يا ربي لك الحمد. عليك. الحمد لله. أسمعني بعد الفصل حاجتي بيك عاد كوتش شفهم هاي مش نحكي بعد فيش هاي انت على الجاي يا كوتش شنو فيش استنى المدرون في الخاص بعد لا لا هكا عزيزة في الخاص هاي اليوتيوب بقول لكم اليوتيوب شو تعملوا اليوتيوب نحب أقول لكم جملتين جماعة اليوتيوب ركزوا معي جماعة اليوتيوب احنا توكلنا على الله مع الجمعية اللي جات معنا اللي هي جمعية المروءة اللي تقريبا تويكة لموا 6